اسمي بدر حكيم، عمري 24 سنة، خريج صيدلة ومغني هاوي. اكتشفوا موهبتي لما غنيت أغاني أفلام الكرتون في المدرسة وأنا صغير. يقولوا لي حكيم لأن أنا من عيلة حكيم، كان نفسي أكون طبيب، وعشان الحكم اللي أنا أكتبها في تويتر. أنا شخص عاطفي ومرح وحكيم. كنت أخبي وجهي عن السوشيال ميديا لأني كنت أبغى خصوصية لنفسي، ولأني أؤمن إنه الغنى إحساس مو مظهر. اللي بيميزني إحساسي في الألوان المتنوعة وبلاغة اللغة العربية الفصحى. أنا دخلت هذا البرنامج لأنه جامع أكثر من برنامج أنا أحبه. أنا شخص تنافسي وأقول لمنافسيني بالتوفيق للجميع.